الحمد لله دائما التأهل يجي في ظروف صعبة، هذاك هو البنا اللي فيه البنا. الحمد لله يا ربي وين درنا مباراة كبيرة اليوم، خاصة منتخب السنغالي المعروف بالقوة البدنية تاعو. الحمد لله وين عرفنا وين ندخلوا في المباراة كنا بيان مركزين، وكما يقول لك دينا النقائص اللي تاع المباراة اللي فاتت، والحمد لله ربي وفقنا وين كنا نستاهلوا. ما كانش ضغط، هذه كان عندنا كما يقولوا ماشي ضغط، كان عندنا بيان سور كان عندنا بال تأهل، هذه حاجه باينه باسكو خسرنا المباراه اللي فاتت. الحمد لله هذا ضغط كما يقول لك ضغط ايجابي كان عندنا، وين 40 مليون جزائري استنى فينا اليوم. الحمد لله وين جبنا تأهل لي اون بيريت هذه لا كاليفيكاسيون. هذوك بيان سور ربع النهائي كل فرق اللي تبقى راح تكون منيحه، هذه حاجه باينه. احنا عندنا ثقه في الامكانيات تاعنا، دروك احنا دروك نفرحوا بهذا التأهل ان شاء الله ونشوفوا اللي جا معنا. الحمد لله كانت المباراة صعبة جدا، ولكن كان منتظر انه تكون انتفاضة من الفريق، وهذا اللي حصل. الظروف اللي لعبنا فيها هنا في مالابو غير الظروف اللي كانت موجودة في مونغومو بالنسبة للأرضية وبالنسبة للمناخ. انتم موجودين الآن وتشوف انه الجو عادي مثل ما عادة نلعب. الحمد لله كانت النتيجة تبين قوة الفريق اليوم والقيمة دياله، وليسكت الذين ينتقدون مجانا. Non, ce qui tout le monde a le droit de donner des avis, il n'y a pas de souci. On vit en totale démocratie, en totale liberté. Chacun a une conception du football, chacun a une conception de l'organisation, c'est normal. Mais dire des mensonges et raconter des rumeurs ou donner des rumeurs, ça c'est pas bien. Ce n'est ni déontologique, ni du point de vue de l'éthique condamnable. Et quant à ceux qui sur des plateaux critiquent l'équipe pour des raisons historiques ou autres, je pense qu'ils devraient aller nous démontrer sur le terrain ce qu'ils peuvent faire pour le football algérien et notamment avec les clubs.